تتابعونا في نشرتنا أيضا. شرطة أربيل تلقي القبض على شخص قتل أخاه بسبب خلاف اجتماعي، ووقفة احتجاجية لأهل البصرة للمطالبة بتسيير معاملات القرار 25 بخصوص أراضي البلدية. وسوريا تعلن عودة دفعة جديدة من اللاجئين القادمين من لبنان. بعد تعافيه، عمران خان يتهم رئيس الوزراء الباكستاني بالتورط في محاولة اغتياله. وارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة نالجي إلى 155 قتيلا في الفلبين، وبسبب الجفاف نفوق أكثر من 200 فيل في كينيا.